الأساسي وتمكين الباحثين والإداريين والمهتمين باش يقدمون اقتراحات تكون عملية وجدية باش نتجاوزوا يعني المشاكل والعراقيل اللي كتعرفها لا المنظومة التشريعية القانونية اللي كتنظم الأراضي الجماعية لا المشاكل اليومية اللي كيعيشها المواطن من ذوي الحقوق. إذن فالمبتغى هو إعادة النظر في المنظومة التشريعية، ولكن ما يمكنناش أن ناخذ شي قرار أو شي مبادرة في هذا الشكل هذا إلا من بعد ما نسمعوا المشاكل ديال الناس. وأول خلاصة اللي يمكن نقول على نفس الدلالة الصباحة هذه هو أنه فن الإنصات والتصنت المشاكل الغاية والتفهم ديالها والفهم ديالها والوضع ديالها في إطار ديالها الصحيح هي الوسيلة الوحيدة باش تمكننا أن نتجاوز بزاف ديال المشاكل. لو الحقوق من الجماعات السلالية كتشكل واحد الشريحة مهمة في المجتمع المغربي، كتعاني من الأغلبية ديالها كتعاني من التهميش والإقصاء، أغلبية كتعاني من ضعف، أغلبية ديالها خصها اللي يوقف معها، خصها اللي يوقف معها. الحالة الراهنة ديال الآليات لا القانونية لا التشريعية لا الإدارية ما كتخليناش نوقفوا مع هاد الناس. كاين محدودية ديالها. أنا الأول باش نهضوا بهذا القطاع، إذا كنا كنهضروا على 15 مليون هكتار المساحة الإجمالية ديال الأراضي الجموع على مستوى التراب الوطني، نصوروا جميعا على أنه هاد 15 مليون هكتار تعبئة صحيح جاد وجدي ووفق واحد المنظور كامل ومتكامل كيستحضر المصلحة الوطنية الكبرى، المشاريع الكبيرة اللي كيشرف عليها سيدنا الله ينصرو بصفة شخصية، لا من مدن جديدة، لا من محطات صناعية، لا من محطات ديال توليد الطاقة الشمسية إلى آخره. وهذا المجال هذا هو مجال خصب، مجال واسع، مجال ممتع في الواقع لكل من أراد أن يدلي برأيه ودلوه باقتراحه، وحنا غنكونوا جد مسرورين باش نتلقاو هاد الاقتراحات هذه.